إذا نبدأ على بركة الله. قلنا غنديرو لا دوزيام بارتي دو ليبروف، يعني ديداكتيك ديال اللغة الفرنسية كيتعطى عليه 40 نقطة. مزيان. إذا سيبور، إذا هادو هما لي فخاز اللي عطاهم داك العام. إذا نقراهم. بونجور جمال، كومون فاتو؟ جو في بيان ميرسي. أو روغارد كيل جولي جاردان. وي سي مانيفيك. تي فو كوني زاليون؟ داكور الونزي. اذا هادو 4 لي فراز اللي عطاهم داك العام. اذا لا بروميير كيسيون، الابوري ان فيش بيداغوجيك بور سات اكتيفيتي سولون لي كونسين سويفون. اذا هادي هي السؤال الاول. ا ديفينير دو زوبجيكتيف دابرونتيساج. اذا خصنا هاد لابرونتيساج نعطيو جوج ديال لي زوبجيكتيف. اذا لوبجيكتيف الاول ايدونتيفي لي 4 تيب دو فراز. وبالنسبه لوبجيكتيف الثاني اللي حددنا هو كومون فير لي ترانسفورماسيون سور لي فراز، يعني كيفاش كنديروا هاد التحويل مثلا من الجمله من لا فراز انتروغاتيف لا فراز ديكلاراتيف اكسيتيرا. بالنسبه للسؤال الثاني قال لك ايدونتيفي لي زيتاب ميثودولوجيك ا سويفر اي بريسيزي لوبجيكتيف اسيني ا شاكون ديل. مزيان. اذا هاد لي زيتاب كيكونوا هنا، اذا ضروري خصها تحفظوا. بالنسبه لي زيتاب لوبسيرفاسيون ديكوفير ريفليكسيون مانيبيولاسيون لونترينمون ابليكاسيون. هنا عندنا لي فالياسيون كونسوليداسيون. مزيان. اذا هادو ضروري هاد لي زيتاب تحفظوا. هنا كيكون لوبجيكتيف. اذا نمشيو ليطاب الاولى، عندنا لوبسيرفاسيون ديكوفير لوبجيكتيف ديالها يمكن نقولوا amener les élèves à identifier le fait de langue l'objet d'étude. Mzien. L'objectif tani, amener les élèves à lire silencieusement le texte. Idem, هنا في الملاحظه كما كنقولوا بزاف فاس نو ديكوفر، يعني كتحاول تطرح دي كيسيون على شنو كيلاحظ التلميذ مثلا قرا لي عنوان النص، شنو هو شحال من بارتي كاينه في هاد النص، شحال من جمله، يعني كتحاول تبازي على الاسئله ديال الملاحظه. بالنسبه للريفليكسيون مانيبيلاسيون، اموني لي زيليف ا ريفليشير سور لومبلوا دو في دو لونغ لوبجي ديتود. كذلك لوبجيكتيف الثاني، اموني لي زيليف ا كونستروير لا ريغل كي كوريسبون او في دو لونغ اتودي. اذا هنا كتحاول تبازي على ريفليكسيون مانيبيلاسيون، كتحاول على تبازي على الاسئله ديال الفهم، شي حاجه متعلقه بالفهم. مثلا كنسميو الجمله اللي فيها علامه استفهام في الاخر، يعني الى اخره. هنا كتحاول تبازي على الاسئله ديال الفهم. بالنسبه لهنا لونترينمون ابليكاسيون، اموني لي زيليف ابليكي لا ريغل كونستروير، يعني هنا كتطبق القاعده. هنا كنحاولوا لوبجيكتيف هو اننا نطبقوا القاعده اللي استخرجنا من الدرس. بالنسبه لي فالياسيون كونسوليداسيون، évaluer le degré de maîtrise des objectifs de l'activité, amener كذلك لي زيليف ا كونسوليدي لور زاك. هنا ايفالياسيون هو انك تحاول تقيس يعني واش فهموا التلاميذ، وكذلك كتحاول انك تختبر الخبرات ديالهم. اذا بالنسبه لي زيتاب هادو راه قلنا تحفظوا ديكوفير اوبزرفاسيون ريفليكسيون مانيبيلاسيون لونترينمون ابليكاسيون ايفالياسيون كونسولي كونسوليداسيون. وبالنسبه هنا لي زوبجيكتيف، اذا هادو ضروري ديما كيتعطوا، كيقول لك اعطيني لي زيتاب ميثودولوجيك او لوبجيكتيف ديال كل مرحله. وكتحاول انك على حسب الدرس اللي عطاكم كتحاول انك تعطي في كل خانه على حسب كما قلنا. اذا نمشيو للبارتي الثانيه. اذا بالنسبه لسي، لا كيسيون بروبوزي بور شاك ايتاب انديكي 3 كيسيون اي او كونسيني. اذا قال لك اقترح بالنسبه لشاك ايتاب 3 ديال لي كيسيون وبيان 3 ديال التعليمات. اذا بالنسبه لوبزيرفاسيون ديكوفير غنحاولوا نختاروا 3 كيسيون. اذا كومبياتيل دو فراز دون سو ديالوغ، يعني هذا يمكن نطرحه في لوبزيرفاسيون، يعني حددنا شحال من فراز. بار كيل سين دو بونكتياسيون سو تيرمين شاك فراز. Relever dans le dialogue la phrase qui sert à proposer une
كيستيون. اذا كنحاولوا نطرحوا دي كيستيون اللي كتوافق هاد المرحله ديال لوبزرفاسيون ديكوفير، يعني تحاول تعطيه دي كيستيون اللي يمكن يعني كيتوافقوا كما قلنا، يعني ما تمشيش تعطيه الاسئله ديال الفهم، يعني الاسئله ديال احترم لوبزرفاسيون ديكوفير. بالنسبه للريفليكسيون مانيبيلاسيون هنا قلنا كنحاولوا نعطيو دي كيستيون ديال الفهم. اذا كومون نابيل طون لا فراز كي سير ابوزي ان كيستيون، اذا هذا سؤال ديال الفهم. كومون نابيل طون لا فراز كي سير ادوني اون انفورماسيون، مزيان. وبالنسبه لا كيستيون الثالثه نقولوا كومون نابيل طون لا فراز كي سير ادوني ان اوردر، اذا هادو كاملين اسئله ديال الفهم، مزيان. بالنسبه لونترينمون اي لابليكاسيون شي يمكن نقولوا، نقدر نعطيهم مثلا شي تمرين تطبيقي هنا في لابليكاسيون، هو انك كدير تطبيق القاعده. اذا عندك لوتي دو شاك فراز سويفون، مزيان. اذا اعطيناهم ربعه ديال لي فراز، وخصو يعطيك مثلا نوع ديال كل فراز. تي فا اليكول كيل ميرفاي الى بيان ترافايي ريستي ترونكيل، اذا هادو عطيناهم واحد ربعه ديال الفراز، والتلميذ هو غيحاول يقول لنا هادي شنو هي، واش فراز انتيغوغاتيف ولا هذا. وكذلك يعني بالنسبه لاربعه ديال الجمل. بالنسبه للحاجه الثانيه مي لو سين دو بونكتياسيون كي فيان ا لا فان دو شاك فراز، يعني هذا كذلك تمرين تطبيقي ثاني، يعني كل فراز يحاول يكتب السين اللي كتوافق. اي لي فوني اون غوتار اتو في طون دوفوار كيل جوا دو دير ديكوت كوميل فوبو، اذا هادو ربعه ديال الجمل، والتلميذ هو غيحدد لنا هنا واش هنا غتكون علامه استفهام ولا علامه تعجب ولا بوان، مزيان على حسب الجمله. وبالنسبه لي فالياسيون اكري دوفون شاك فراز لو تيب كوريسبون، اذا هنا كندير لهم واحد التقويم ولا امتحان بحال شكل الاختبار. التمرين هنا التطبيق، وهنا كنحاول نعطيهم واحد التمرين بحال شكل امتحان صغير. اذا ne fais pas le bruit dans la classe les enfants grandissent vite. هنا عددنا تيب، اكتب تيب ديال شاك فراز حداها. اذا نكملو بالنسبه للفراز الثالثه نيتير با جونتي كو سي بيان كري، اذا هنا ربعه ديال الجمل اللي درنا، وهنا غيحاول يكتب لنا تيب ديال لا فراز، يعني واش فراز ديكلاراتيف فراز امبيراتيف اكسيتيرا. ده بالنسبه لدي فورميلي لا ريغل غراماتيكال افير ديدوير اي روتونير بار لي زيليف، مزيان. ده انا قال لك تحاول تخرج لنا القاعده ديال الدرس. il existe quatre types de phrases. اذا لا فراز ديكلاراتيف، اذا il donne une information il se termine par un point ou bien les trois points. La phrase interrogative, elle pose une question, elle se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative, il exprime les sentiments de joie, de colère, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Au principe, la phrase impérative, elle donne un ordre, un conseil ou une interdiction. Il se termine par un point ou un point d'exclamation. Mizien. بالنسبة la question juge A, identifie les deux difficultés et propose pour chacune d'elles une activité de remédiation appropriée. إذن كما قلنا، إذن هنا قال لك حدد لي مثلا الصعوبات يقدر يطيح فيهم التلميذ، وكذلك تعطيه واحد النشاط ديال ريميدياسيون، يعني بحال نشاط ديال المعالجه كيفاش تعالج هذا المشكل. اذا بالنسبه لا ديفيكولتي الاولى ديفيكولت ا ترانسفورمي ان فراز انتيروغاتيف ا ان فراز ديكلاراتيف، اذا صعوبه تحويل مثلا جمله استفهاميه الى جمله تعجبيه، مزيان. اذا نحاول نعطي دي فراز ترانسفورمي سي فراز اون فراز ديكلاراتيف، اذا عطينا ثلاثه ديال لي فراز انتيروغاتيف وهو خصو يترانسفورمي هما لا فراز ديكلاراتيف. اذا فاتو ا لا ميزون فوز افي دي كيسيون اسكو تي ا بوزوان دو ستيلو، اذا هادو فراز بما ان عنده مشكل
ما كيعرفش يحول من يحول جملة استفهامية إلى جملة تعجبية. حنا عطيناه دي كيسيون باش يعالج المشكل. إذا بالنسبة لا ديفيكولتي الثانية، إذا ترانسفورمي سي فراز اون انتيروغاتيف اون اوتيليزون لانفيرسيون دو سوجي. إذا هذه الصعوبة الثانية هو أن كيفاش يستعمل لانفيرسيون ديال السوجي في هذه الجمل. إذا إلا مانجي دو بان، كريم va chez son père. Tu es malade. إذن هنا عطينا 3 ديال لي فراز و قلنا ليه يستعمل لانفيرسيون ديال السوجي. إذن هادي نعتبرو كذلك الصعوبة التانية. مزيان، بالنسبة للبي قالك مونتخي كومون فو بروسيدي بور اون سي زاكتيفيتي دو ريميدياسيون. مزيان، يعني قالك كيفاش انك قدرت يعني تدبر هاد التمارين الى اخره، كيفاش انك يمكن تدبرها وتدبر هاد النشاط. اذا نقولوا اموني لي زيليف ا ايدونتيفي لور ديفيكولتي ا ليد دي كيسيونمون بيرترين، كذلك بروبوزي دي زيكزيرسيس دو كونسوليداسيون، كذلك بروسيدي ا لا كوريكسيون كوليكتيف اي انديفيديال دي زيكزيرسيس افكتي. يعني كتحاول انك دير التصحيح الجماعي وكل واحد مثلا يدير التمرين بوحده الى اخره. مثلا ايفالي ا لا فان لو دوغري دو ميتريز دي زوبجيكتيف اسيني او زاكتيفيتي دو ميدياسيون رياليزي. يعني هادو بعض النقاط انك كيفاش انك تعالج دير المعالجه لدوك الاخطاء وكيفاش انهم يصحوا الى اخره. اذا نتمنى يعني تشتركوا عندنا في القناه، ولا عجبكم لا فيديو ديروا ليه لايك وتخليوا لي شي كومونتير كتحفيز، وكذلك تبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، والله يوفق الجميع. وبالنسبه لاباج فيسبوك غنحطها في صندوق الوصف اللي بغى يشترك معنا في لاباج فيسبوك، والله يوفق الجميع وشكرا لكم، بون كورج لكم.